بعد شهر واحد من انتهاء عرض مسلسله خادم الشعب والذي جسد فيه دور الرئيس الأوكراني، شاءت الصدف أن تعطي الممثل الكوميدي فلوديمير زيلينسكي فرصة الدور نفسه، لكن في الواقع عام 2019، ليصطدم بعد 3 سنوات من حكمه باختبار أنهكه سياسياً وجسدياً. قائد بزمن حرب بمواجهة فلاديمير بوتين السياسي المحنك والعميل السابق في المخابرات السوفيتية لنحو 2 عقدين. غريمه ليس بسهل، وقواته تحتل المرتبة 2 عالمياً كأقوى جيوش العالم. فجوة بين الرجلين كانت واضحة منذ أول لقاء بينهما في باريس. خجل أوكراني واستمتاع بأضواء سياسية دولية للمرة الأولى، يقابله استخفاف وغطرسة روسية وفق محللين. فالرئيس الروسي البالغ من العمر 70 عاماً يريد إعادة كييف إلى حظيرة موسكو، على اعتبار أن انهيار الاتحاد السوفيتي كارثة يجب تصحيحها دون أي اعتبار لموارد مرهقة أو سمعة سياسية. في المقابل، خبرة زيلينسكي البالغ من العمر 45 عاماً بالسياسة لا تتعدى تجربته التمثيلية كرئيس، ليأتي صموده غير متوقع في أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. رئيس غير متمرس تخلى عن ربطة العنق ليتشح باللون الأخضر العسكري، معتمداً على قاعدة شعبية كبيرة وإتقان فن التواصل المباشر مع الجمهور. لم يتحصن في كييف، بل بات دائم التنقل بين خطوط المواجهة، ويحل كل حين ضيف شرف في دول عظمى وبرلماناتها، ويحظى بدعمها سياسياً ومالياً وعسكرياً. وما كان يتصوره الرئيس الروسي معركة 2 لا تزال مستمرة منذ عام، وأبطأته عسكرياً واقتصادياً، غير أن الحرب أخرجت بوتين أكثر عناداً وعدوانية. وحرف زد المنقوش على دباباته تخطى مقولة زابوبيدا، أي من أجل النصر بالروسية، ليرتدي اسم زيلينسكي.